السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شروحاتنا على قناتكم قناة تكنيبوك. أولا ندعوكم إلى الاشتراك في القناة تدعيما لنا حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله. اليوم سوف نقوم بشرح أو مقارنة بين أرباح ستارت أب وأرباح أضمب. ما الفرق بين أرباح ستارت أب وأرباح أضمب؟ هناك من يقول لك بأن أرباح ستارت أب أكبر من أرباح أضمب، وهناك من يقول أن أرباح أضمب أكبر من أرباح موقع ستارت أب. للإشارة فإن هذه الأرباح هي خاصة بتطبيقات الأندرويد، ويمكن أن تكون على تطبيقات الإيزو أيضا، أي تطبيقات الإعلانات عن إعلانات الهاتف الموبايل. قمنا بمقارنة بين التطبيقين. نسبة الأرباح في يعني هاتين التطبيقين هما جديدين، يعني لم يأخذوا الماكس دوجام أو نسبة تحميل كبيرة على بلاي ستور، يعني لا نقول أنهم ناجحين، أخذوا نسبة نجاح كبيرة، ولكن كمقارنة حتى أكون يعني أتحفظ في بعض لبعض الأمور، سوف أقوم بالمقارنة بين تطبيقين متوسطين يعني في بدايتهما حتى نشجع المبتدئين لكي لا يكون هناك يعني حتى يكون هناك أمل. لا تيأس، فهكذا تبدأ دائما البداية تكون صعبة. طيب، لما نذهب إلى ستارت أب ونختار يعني تطبيق، نختار هذا الشهر this month أو latest 30 day آخر 30 يوم، نختار this month يعني من أول جانفي 2018 إلى غاية اليوم 24 جانفي 2018، ننقر أبلي ثم نختار من هنا التطبيق، ثم من هنا نترك هذه كما هي، ثم نقوم بعمل أبلي أي طبق هذه. لاحظوا هذا التطبيق في ستارت أب خلال هذه المدة من الفاتح جانفي 2018 إلى غاية 24 جانفي 2018 تم معدل الدخل فيه، معدل النقل على إعلانات ستارت أب هي أرباحها 0.57 دولار، يعني 1 دولار ليست موجودة. لو نذهب بالمقارنة إلى أضمب ونقوم بالمقارنة من هنا، نختار this month هذا الشهر ونقارن. لاحظوا خلال الشهر هذا الشهر كم، أي من فاتح جانفي إلى 24 جانفي 2018، 3 أورو، 3.98 أورو، أي حوالي هذا التطبيق فقط وحده تحصل على دخل من إعلانات أضمب جوجل أضمب يعني حوالي تقريبا 4 دولار، 4 أورو وليس دولار، لأن الحساب بالأورو بعملة أورو. هناك فرق كبير بين 0.57 دولار أي نصف دولار و 3 أورو، يعني لو كان مثل هذا التطبيق، لو كنت أملك بمثل هذا التطبيق 10 مثلا 10 تطبيقات مماثلة لهذا التطبيق، سوف أتحصل خلال نهاية الشهر على 40 دولار. لو أتحصل أكون بنفس هذا التطبيق، نفس هذا التطبيق لو أرفع على بلاي ستور 30 تطبيق بنفس مواصفات هذا التطبيق في آخر الشهر، سوف يكون 30 تطبيق، سوف يكون لدي 90 أورو، يعني أتحصل على 90 أورو. لا أتكلم هنا على التطبيقات الناجحة لأن أرباحها جد جد معتبرة، لا يقومون ملاك الحسابات بمشاركة أرباحهم مع الناس حتى يحتفظوا بأسرارهم وحتى يحتفظوا بأمراتهم.
هذا لا تيأس، لأن هكذا البدايات دائما تكون صعبة. طيب، هذا فيما يخص التطبيق الأول. لاحظنا بأن أرباح نفس التطبيق التي تأتي من إعلانات، من النقرات على الإعلانات AdMob لجوجل، أكبر بكثير من تلك التي تأتي من تلك النقرات التي تأتي على إعلانات ستارت أب. لاحظوا يوميا أعلى نسبة 0.14، بالمقابل أعلى نسبة هي تقريبا 1 أورو خلال اليوم، 0.96 حوالي 1 أورو. طيب، بالمقارنة هذه القاعدة ليست دائما صحيحة. لماذا؟ لو نذهب إلى تطبيق آخر ونختار نفس المواصفات، يعني نختار this month أبلي ثم أبلي، لاحظوا هذا التطبيق قدم لنا 1.96 دولار خلال هذا الشهر. بالمقارنة لو نذهب إلى أرباح AdMob ونختار this month، لاحظوا يعني العكس تماما، نصف أورو، 0.53 أورو. هذا لا يعني بأن دائما أرباح AdMob كبيرة، ولكن في التطبيقات في الإعلانات أي نسبة النقر على الإعلان تكون في AdMob أكبر بكثير من سعر النقرة في ستارت أب، وهذا بشهادة الخبراء بطبيعة. لاحظوا أن النقرات هنا هذا هو الامبريشن، هذا هو عبارة عن الامبريشن كما تشاهدون، هذا هو الامبريشن. نحن نختار هذا من هنا، لاحظوا 0.02 0.03 0.01، هناك نقرات بسيطة وبسيطة جدا تقريبا لا تنعدم في هذا التطبيق. هذا التطبيق لا يأتي بنقرات كبيرة، لذلك الأرباح فيه ليست كبيرة. ما هي الأرباح التي تأتينا ب 1.56 دولار من ستارت أب؟ لو ننزل هنا نجد أن الانترستيتيال هو الذي يأتي بأكبر نسبة، ثم سبلاش، ثم يأتي البانر. طيب، نرجع إلى التطبيق الأول. هذا التطبيق لو نرجع all time، يعني منذ بدايته كل الوقت، كم لاحظوا تم نشره حوالي في 15 سبتمبر 2017 إلى غاية اليوم، في شهر سبتمبر إلى غاية الفاتح جونفي 2000 أتى لنا ب 12 أورو، تطبيق واحد لوحده. لو نرجع إلى سبتمبر، نرجع إلى شهر سبتمبر، نرجع إلى الفاتح إلى 15 الخامس عشر من شهر سبتمبر، ثم نعمل أبلي، ثم أبلي حتى نقارن نفس المدة من 15 سبتمبر 2017 في AdMob إلى غاية 15 سبتمبر 2017. بالنسبة لاحظوا الفرق، يعني أرباح من سبتمبر إلى جونفي إلى شهر جونفي في ستارت أب الأرباح كانت 2 دولار فقط، أما في AdMob لاحظوا 12 دولار، يعني أضعاف مضاعفة.
ما يدل على أن نسبة النقر في أدموب أو في جوجل أدموب أغلى بكثير من ستارت أب. لذلك لا يمكن أن نقول أبدا أن هناك أي شركة ربحية في العالم تدفع أو لها سعر النقر أكبر من جوجل أدسنس أو أدموب. لماذا؟ لأن أدموب هو ملك لجوجل، هو مختص في إعلانات التطبيقات، وهو يقوم ب يتم يمكننا أن نربطه بأدسنس ليتم نقل أرباح أدموب إلى أدسنس مباشرة، كما يمكننا أن نتركه مستقل كحساب مستقل. يعني إخواني أخواتي، لا تنسوا بالنقع سبسكرايب للقناة. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس البسيط وهذه المقارنة، حتى نضع يعني نترك للمبتدئين أمل بأن فيه أرباح على الأنترنت. لا تقلقوا، هذه التطبيقات هي من صنعي أنا شخصيا، ولست بيرفكت في صنع التطبيقات، وإنما أنا مبتدئ تعلمت من الأنترنت من الصفر مثلكم تماما. الأستاذ الخاص بي هو يوتيوب، لهذا أنصحكم بالتعلم والتعلم ولا تيأسوا أبدا، فإن يوتيوب يقدم لكم دائما الأجود في التعلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب للقناة حتى يصلكم كل جديد القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.